هيعملوا لبعض ايه؟ يعني لو كنت صوتهم عالي شويه مش كان هيجرى ايه؟ ما بقاش بقى سعاد بنت سعدية الا لما جيش مصر. يا ناري على رأي المثل، لو اعرف اللي بيحصل تحت كنت هديت وارتحت. ما هما مش قدنا. هو ايه اللي بيحصل تحت؟ اللي بنقوله في كل مرة وبرضه مفيش فايدة. ما يحلوا علينا بقى شوية، هي العيال دي ما بتفهمش. يسيبونا ازاي بس يا ميخائيل يا اخويا؟ ده احنا اخر امل ليهم في تدمير مصر. مع الحق يا شيخ بسيوني، ما يدروش على مصر عسكريا وعرفوا ان نجوم السماء قرب لهم من ذره تراب واحده من مصر. قال لك الفتن هي الحل الوحيد. تمام زي ما حصل في لبنان، باريس الشرق. ما هم المخابيل دول ما يعرفوش ان جذور المحبه بينا مداها سنين طويله. مرويه بخير ومحبه وسلام. القضاء على أربعة عناصر تكفيرية مسلحة شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات. طب انا دي المحبة بينا يا شيخ بسيون، ويهدموا على نفسهم وعلينا. ربنا يعينهم بقى يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. تسبحة وصلاة الغروب من النهار المبارك أقدمها المسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. اللهم اجعلنا مستحقين نأكل بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. معاش ولا كام يا عم عماد؟ اللي يفكر يضايق او يعكر مزاج كريستين حبيبت. مين؟ خطيبتي. اللي يفكر يضايق خطيبتي كريستين. انت هتاخد حتة مني روجي يا ابني. في عينيا يا ماما. خد يا عم عماد، قبل ما انسى ده الحجز بتاع الكنيسة. ادهولي مستر ميخائيل امين عامل خدمه في الكنيسه النهارده الصبح. استاذ ميخائيل خادم هايل، ربنا يبارك خدمته واسرته ويمنا نعمه. وان شاء الله يا عم انا حجزت يوم الاحد 26/4/2020. ايه ده الحد اللي بعد عيد الايام على طول. بنعمه ربنا يا عم. ربنا يتملكم على خير يا ولاد. الف مبروك. ايه مبشوي بس معانا زغروطه. يا مغلوب دماغه نصحته يا قيوم وسايس وقته، ليه ما سمعش كلامي؟ ليه حسر عليا وحسر عليه؟ جوزي انا خلفني معاك كنت خلاص قربت انسى، عنده المعمل هو مناه وانا بالنسبه له تكويه. حسر عليا وحسر عليه يا ما نصحوني قالوا لي استني، يمكن يا قلب بس تسالني قدري مثلا تتهاني، اصلا انا مش على بالي. ليه حسر عليا وحسر عليه؟
يا اختي هو موسم الجواز ده ولا ايه؟ لما نشوف الحكايه. وانت كمان اللي هتتنيل على عينها. اخيرا ما قدرت تتفكت يا كريستين على راي المثل ده وده لا، وتقعد تتحنجل لغايه ما سوقها يبر وتقضيها السنجل. بنات اخر زمن كتكون قرف. انت انت يا اختي تتجوزي وتريحيني نفسك احنا صغار يا رب. ممكن يوم راح اسيبه حتى ان كان لو ايه هيعيب، لازم اقف وياه واجيبه للبيت ماشي على رجليه. حسر عليا وحسر عليه، حسر عليا وحسر عليه. تريد الحكومة المصرية أن يظل الوضع الصحي في الحدود الآمنة، فاختراقها يعني مزيدا من الصعوبات التي يمكن تجاوزها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية. بس الناس هتعيش ازاي؟ يشوفوا أي حاجة الناس تعرف تعيش منها، في ناس أرزياء اليوم. والله هو الحظر ماشي في صحة المواطن وكل حاجة، بس الناس هتعيش ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الواحد مش عارف يعمل ايه، الواحد عليه اقساط، واحد شغال 18 ساعة ومش مكفي، هيعمل ايه تاني؟ ناقصه كمان موضوع الوجع الدماغ ده اللي الواحد بيسمعه. ليه كده؟ هنجيب اقساط منين؟ نسد الاقساط اللي علينا منين؟ احاول الله يا رب. ناقصه موضوع الكورونا دي كمان. بقول هو الحظر ده حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ ايه؟ وانا ايش على الارض يا اخويا؟ قالوا لك علي وزير الصحة على قولك هنشغل دماغنا ليه ونوقع دماغنا؟ يكون زي ما يكون. تشرب شاي؟ يا ريت والله، راسي مصدع من الصبح امبارح اقول لك عايش شاي عايش شاي وانت مطنش. برضه لا، احسن وفرت. واه كل ده وتقول لي وفرت؟ عمار بجه راح اشوف شغلي. جابوه من فين ده؟ شوفك لعيش ده. هيتم ايقاف كافه وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين. تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات. خلال فترة حظر التجوال ستغلق معظم الخدمات العامة والحكومية، فقوانين الطوارئ ستطبق على كل من يخالفون قرارات الحظر. يا لطين بعد نص يوم. فضل وشكر لك يا رب. قفل السناتر وكل اماكن التجمعات هيرحمني من دروس الولاد اللي قطمت وسطي. ربنا يسامحهم المدرسين اللي بيفرضوا علينا الدروس. عاوزين فوق المهية مهيات علشان تبدي جشعهم. ربنا يسامحهم واشكرك يا رب، اشكرك عالم بحالنا، اشكرك. ايوه شغل ايه بقى؟ ما القهوه اتقفلت خلاص. هو انت ايه؟ ما سمعتيش الاخبار الجديده؟ ما خلاص يا ستي خربت خربت.
الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. كورونا دي جت لنا نجدة من السماء. ربنا يسهل اقدر اعمل ارشاد للعيال وللزمن. الحمد لله. فترة سماح البنك 6 شهور هتخلينا ناخد نفس شوية من قسط العربية. الحمد لله. سهران في البلاد والعزم اتولد. وأعلنت الكنيسة القبطية غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. معقولة؟ طب ازاي؟ ده اسبوع الإعلام قرب. يا رب دبر امور حياتنا بحسب صلاحك. امين. مش هنروح الكنيسه تاني؟ مش هنحضر القداس ويتناول؟ يرضيك كده يا بابا يسوع؟ يرضيك؟ ارساني؟ نعم يا ماما. استاذ مخايل. ازيك يا شيخ مسيوني؟ عليك الحمد لله. والحياة قريصة، بس هنعمل ايه؟ بوز الإرث ما عجبهاش. هتعمل ايه يا خسرة 100 جنيه؟ يا ما يجيبوا الغراب لأمه. اليومية بقت 50 جنيه، نص يوم يعني. إلهي يقصف عمرك للنص ولا خليها للربع؟ كفاية للربع، كفاية. السلام عليكم يا أستاذ مخايل. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ بسيوني. مساء النور. مالك يا استاذ هاني، في ايه؟ بتكلم نفسك ليه؟ بسبب الكورونا فسحونا وسوحونا. اتسوحت خلاص. اتسوحت يا وش الخير والسعد. كل نفسك بقى. اقول لها 100 جنيه مش وحشه، احمدي ربنا. تقول لي ايه؟ اتنيل. ادينا هتنيل واقعد لها في البيت. خليها تشرب بقى. تشرب ايه؟ انا عبد الاسمى ده على خير. بيحمي سنك يا دي من وباء الخطر. امين يا رب. العيش والعيش يا معلم. عناد يا عناد يا ريني. امك عناد فين؟ مين؟ سعاد. امك سعاد فين؟ بتنشر غسالة ستوح. بدري يعني النهارده يا بابا؟ الحظر يا حبيبتي، ياما في الحظر المصالين. يا رب ارحمنا. ارحمنا يا رب من نكد الحريق. مالك يا بابا؟ قفلت يا حبيبتي، قفلت خلاص. بصراحة قفل الفنادق في الوقت دوت جه في الوقت المناسب. ازاي يا ماما؟ فرصة افضي نفسي للمذاكرة، خلاص هانت اخر سنة في الكلية. عقبالك يا ارسلان يا رب. اما افرح بيك كده يا حبيبي بتخرجك يا رب. بس مصاريف الجامعة المفتوحة كتيرة يا ماما، هتعملي ايه؟ لا، ما هي الدولة هتصرف لنا منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة. اللي زي حالاتنا يعني. 500 جنيه بس يا ماما؟ هيعملوا ايه؟ يا أرسلان يا حبيبي، فضل ونعمة من عند ربنا. أهي نوايا تسند الزير. يا حبيبي ال 500 جنيه بتوعي مع المرتب بتاع بابا هيعيشونا حلوة قوي. سيبها على ربنا. بابا بيخبط. روح حبيبي يلا افتحي. بابا حبيبي. ارساني حبيبي، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ اتفضل بقى يا سيدي، ادي الحاجات اللي انت كنت طالبها. بجد شكرا. يلا حبيبي.
كارولين كارولين. ايوه حبيبي جايلك حالا. جاي اهو. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. حبيبتي اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. اما النهارده حصل حته موقف. لا بقول لك ايه، تحكي لي كل حاجه بقى بالتفصيل. تعالي يا ست احكي. يلا بينا. الرب يسوع اللي اتجسد لاجل خلاصنا، باء يعني باب الملكوت يفتحوا لينا الرب انتمنا. بصي بقى يا ست اعملي حساب، انا وميما ومارتن حفيدي جايين خميس وجمعه وسبت اللي جايين عندي. محمر ومشمر بقى يا حماتي، الحرمان وحش. فرحنا التوبة يعني رجوع لطريق الرب يفرحنا. قول يا رفيق يلا مينا بلاش هزار. والجنجاية وراها الحق. استهزقوا انا هو وياكم، اوعوا في يوم يا ولادي تخافوا. ربنا يحميك يا امي ويخليكي لينا يا رب. والجنجاية وراها الحق ويحمي العالم كله من الوباء الخطر ده. امين يا رب. الفيروس ده دخل الحزن في بيوت ناس كتير، ربنا يرحمنا جميعا. والحب الرب الهك من قلبك فكرك وكيانك. ما هو الحظر ده اللي هيخلينا نشوف الكتير يا ست الحبايب. وحماتي نروح لها كمان، انتي 3 ايام ومامي 2 الاسبوع اللي بعده 3 ايام. عرفيها يا مونيكا، ده مش حبا فيهم، ده توفير في الميزانية المنزلية. يمكن تستر معانا مرة واحدة يا رب. العب يا ابني. فن باء انت انت والجن جاي وراء الحق. لا ما انا مش هروح الشغل كل يوم. رفضوني ايه بس يا ماما، ده بيقللوا طوارد الموظفين في كل مصلحة ومؤسسة وقطاع، يعني كنوع كده من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس اللعين ده. أمين يا رب علينا وعلى العالم كله بنعمة ربنا. أنت محظوظة شغالة في الحكومة مش أعمال حرة زي حالتنا. تعالى يا ابني لينا رب اسمه كريم. بالظبط كده، هروح 3 ايام بس في الاسبوع بذمتك. ايه رايك في المفاجاه الحلوه دي؟ مفاجاه ما كانتش تخطر على بال حد. قال على راي المثل عشمانين يتجوزوا الخميس والحد، اهي جات لهم الكورونا باللي ما تخطرش على بال حد. أحلامكم يا عرايس الغبرة هتتهد. بلانيلة اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ اتوكسوا. قال هيفرحوا قال يجوا يشوفوني. الفرح يروح لكل الناس الا انا، بس على مين؟ يورونا بقى هيفرحوا ازاي. احسن خليهم موقوسين في وكساتهم السودا، جاتهم نيلة عليهم وعلى شكلهم المنيل. ده الفرح كان الحد اللي بعد العيد. طب وايه يعني؟ احنا طبعا هنعمل فرح يا مان.
اكيد ربنا يحب واحنا ما نعرفوش. بتاخد مشيتك يا رب. ترشيم الصليب، ترشيم الصليب اهدى يا ساره. الديون كتير يا سلام، ودي مفاجاه ما انت عارفين. يا كريستين يا حبيبتي، احنا كنا مستعجلين واضطرنا نعمل جمعيه واتنين وزنقنا نفسنا. جورج انا اعصابي تعبانه ومش ناقصه، مش فاهم انا خلاص ابقى بارده كده ليه. لو سمحت اختصر وقولي عاوز تقول ايه. لو جت لسه عود اخضر مش حلم كسر الظهر دي يا ساره. عارفه يا عماد، عارفه، بس دي فرحة عمري اللي بحلم بيها من يوم ما خلفت كريستين، نفسي افرح بيها. كل الاشياء تعمل معنى الخير لمين؟ للذين يحبون الله. موضوع كورونا والحظر ده فرصة نسدد كل ديوننا، وأي حاجة ناقصانا في الشقة نجيبها على مهلنا. بجد يا جميل؟ يعني هتجيب لي الإنسس الأصفر اللي نفسي فيها؟ إنسس أصفر؟ أنت هتمثلي فيلم رعب؟ لا دي مجنونة رسمي يا عم عماد. علمني أن أقول في كل شيء يا بتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك. لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. تقبل تعيش حسب اللي وسكينة تفضل غلبان زي المسكينة.
عيلة تقصر العمر فرد ذمتكم. هو في كده؟